بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم كلكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا كلكم بخير. معاكم صلاح السيد، قناه سموه عالم تفصيل في الخياطه. النهارده ان شاء الله هنركب مع بعض المكنه الصناعي جاك اف 4. هوريكم كده سريعا طريقه تركيبها، لكن مش بالتفاصيل. لو عايزين فيديو بتفاصيل اكتر هتلاقوا تحت في صندوق الوصف، وهتلاقوا كمان في البطاقه اللي فوق ديت فيديو بيشرح التفاصيل اكتر لو ما فهمتوش تفاصيل كفايه من الفيديو ده. يلا مع بعض كده شوفوا طريقة التركيب. هي طبعا انا ركبتها بنفسي، لكن الافضل لو كانت الشركة ركبتها، لكن للأسف الشركة اللي شحنتها لي ما كانتش بتوفر خدمة التركيب، فاضطريت انا ادخل اشوف فيديوهات واتعلم وركبتها بنفسي يعني. واشتغلت الحمد لله وتمام. يلا بقى هسيبكم مع بقية الفيديو، انتوا تكملوه. اشوفكم بقى على خير ان شاء الله.